مرحبا بحضراتكم مرة تانية. نبتدي تفاصيل أخبارنا النهاردة من كرة السلة. اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريقة تلقى النهاردة خطاب من نادي الاتحاد السكندري بيتضمن اعتذار مدربه المخضرم أحمد مرعي عن عدم الاستمرار في مهمة تدريب المنتخب الوطني. الاتحاد أعلن أنه هيكون في اجتماع لمجلس الإدارة الأسبوع الجاي عشان يتم حسم ملف المدير الفني والاستقرار على هوية المدرب الجديد، وهل هيكون مصري ولا أجنبي. كابتن أحمد مرعي كان تولى تدريب منتخبنا في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وودع منتخبنا البطولة بعد الخسارة أمام أنغولا في المباراة المؤهلة للدور ربع النهائي. المنتخب كان لعب 3 مباريات في الدور الأول، حقق الفوز في مباراة وحيدة أمام منتخب أفريقيا الوسطى، وخسرنا مبارتين قدام منتخبي تونس وغينيا، وده قبل الخسارة أمام أنغولا ب 70-62 في المباراة الأخيرة.